يندرج هذا النشاط في إطار الفعل. بداية تكون اسم الصباح. إحنا تنعرف بروفيسور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط، مختص في أمراض النساء والولادة. يوم السبت 26 أكتوبر 2024. يندرج هذا النشاط في إطار الفعاليات التي يشهدها شهر أكتوبر الوردي، الخاصة بالتوعية بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. أهميته هو أن هذين السرطانين من الممكن الوقاية منهما عن طريق الاكتشاف المبكر أو الرصد المبكر، وبالتالي تحسيس النساء بضرورة يعني القيام بالفحوصات اللازمة قبل ظهور الأعراض وبشكل دوري، لأنه كلما كان الاكتشاف مبكرا كلما أمكن الشفاء من هذين المرضين. سرطان الثدي يصيب امرأة من كل 9 النساء، وبالتالي هو سرطان منتشر، كان فيما مضى مرضا خطيرا لأنه كان يكتشف في مراحل متقدمة، ولأن العلاجات لم تكن متطورة بالشكل الذي هي عليه الآن. حاليا يمكن اكتشاف السرطان في المراحل المبكرة، يمكن علاجه بجراحة غير مدمرة، يمكن أيضا إعفاء العديد من النساء من العلاج الكيماوي، وكذلك ممكن أن يتم علاجه بعلاجات موجهة هي أكثر لطفا من العلاجات السابقة. سرطان الثدي أو سرطانات الثدي أصبح له علاج يفصل على مقاس كل سيدة مصابة، وبالتالي هناك ثورة في مجال العلاج. معرفة أسباب الإصابة والوقاية منها والذهاب لأجل الفحص الإشعاعي للثديين هو مهم جدا لكل النساء ما بين 45 سنة إلى غاية 69 سنة، كما هو معمول به في المنظومة الصحية المغربية. إجراء هذا الفحص بشكل دوري كل سنتين يمكن دائما من تفادي الإصابة بسرطان من النوع المتقدم، وبالتالي يمكن القول أن الوفاة بسبب سرطان الثدي أصبح في أغلب الحالات مسؤولية شخصية تتحملها المرأة إن لم تقم بالرصد المبكر والاكتشاف المبكر. إذن الأسباب ديال هذا المرض هي نفسية أم أسباب هذا المرض؟ أول سبب وهو الجنس، بأنه يصيب المرأة أكثر من الرجل، هو في مقابل في كل 100 حالة هناك حالة واحدة تهم الرجل، وبالتالي أن تكون امرأة وأصل هو يعني في حد ذاته يشكل عامل خطورة. ثم السن، كلما تقدمت المرأة في السن كلما ارتفع احتمال الإصابة، كذلك هناك البلوغ المبكر، سن اليأس المتأخر، الحمل لأول مرة في سن متقدمة فوق 30 سنة، عدم الإرضاع يعني المواليد الأطفال، كذلك التوتر، الكحول، التدخين، النظام الغذائي الغير المتوازن، كل هذه أسباب تؤدي أحيانا إلى الإصابة بسرطان الثدي، ولكن أحيانا قد لا يحضر أي من هذه العوامل وتصاب المرأة بسرطان الثدي. لذلك فإن يعني رصد السرطان يجب أن يهم ويستهدف
كل النساء بدءا من سن 45 سنة. الوراثة تلعب دورا كبيرا، 10% من الإصابات هي وراثية. يمكن الشك في العامل الوراثي عندما تصاب المرأة في سن مبكر، يعني قبل 40 سنة، في سن 35 أو حتى 30 سنة، عندما تكون الإصابة تهم الثديين، وعندما تكون هناك عدة حالات داخل العائلة، عندما يكون هناك إصابات لدى الذكور في العائلة، عندما يكون هناك يعني تزامن مع إصابة بسرطان المبيض داخل العائلة، يمكن أن نشك بأن هناك جينات تنقل سرطان الثدي لدى هذه العائلة. سؤال آخر، المصاريف. سرطان الثدي هو مكلف، ولكن الآن مع التغطية الصحية الشاملة من المفروض أن الدولة أصبحت تتحمل كافة التكاليف، خصوصا وأنه يصنف ضمن الأمراض المزمنة، وبالتالي هو يلاقي يعني تدبيرا خاصا من طرف يعني من طرف التغطية، أجهزة التغطية الصحية، وبالتالي وأصبح يعني مشكل من مشاكل الصحة العمومية الذي يجب أن تنهض به التغطية الصحية الشاملة. شكرا. اسمي ديالي ندى الماهر، كنقرا في الجامعة الدولية للرباط، ورئيسة ديال الجمعية غوطاغاك تغابا إكسيلانس، اللي هي جمعية دولية عندنا مقر ديالنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وجينا اليوم باش نديرو ندوة ديال السرطان ديال الثدي، ونديرو حملة تحسيسية مع أطباء. عندنا أطباء ديالنا جبناهم معنا اليوم، وكما ذلك عرضنا على الناس ديال الصناعة التقليدية وديال مينيستر ديال التوريزم، اللي كنشكرهم لهذا المنبر اللي علو عطاونا لا سال دو كونفيرونس باش نقدروا نديروا فيها هذه الندوه ديال. كندرت هذه الندوه هذه بالضبط باش ندير تحسيس للنساء باش يجيو يديروا لو ديبيستاج، اللهم ديبيستاج مبكر كما تيقولوا، اللهم الوقايه خير من العلاج. دونك انا كنعرض على كاع النساء باش يجيو يديروا ديبيستاج ديالهم، واخا ما يكونوا كيحسوا بوالو خاصهم يمشيو يشوفوا مره الطبيب. الا كانت عندهم غير اعراض صغيره خاصهم يمشيو ضروري للطبيب ويشوفوا اشنو كاين. الوقايه خير من العلاج، ومرحبا بكم كاملين. شكرا للدكاتره اللي عطاونا هذه التوعيه التحسيسيه باش من المخاطر ديال مرض الثدي ومرض الرحم السرطان. وكان من هذا المنبر كنوجه دعوه للنساء عامه باش يتهلاو في راسهم من هذا المرض، وباش يعطيو الواحد الوقت لوليداتهم باش يعطيوهم واحد النبذه من هذا المرض، لان كاين عده اسباب لهذا المرض، منها قله الوعي وقلة التفاهم والتواصل مع العائلة ومع المدرسة. ومن هذا المنبر نطلب من المدارس تيديروا ندوات تحسيسية لهذا المرض للشابات والشباب، لأن حتى الشباب راه تيفيهم مرض، تيجيهم مرض السرطان. كنوعيو الشباب بهذا المخاطر، حتى في العلاقات الجنسية راه كاين مخاطر في العلاقات الجنسية، ماشي غير كنقولوا علاقة جنسية حميمية مع الرجل ولا مع الخال، بانها ما كتنتجش على مرض السرطان، راه كيتنتج عليه مرض السرطان. وكنقولوا لهم حدوا من هذه الظاهره، لان فيها مخاطر كثيره وكثيره بزاف. وكنقولوا للشباب توعوا، قراوا، سولوا والديكم، سولوا الامهات على هذا المرض الخطير اللي راه تيجتاح بعض السيدات ولا الفتيات خاصه، لان ما بقاتش عندنا